تحية طيبة مشاهدينا الأفاضل، مرحبا بكم إلى حصة الصحافة لهذا اليوم الثلاثاء، والتي نستعرض فيها معكم أبرز ما كتبته بعض الصحف المغاربية والعربية وكذلك الغربية. نبدأ هذه الجولة من الصحف الصادرة في الجزائر وصحيفة أخبار الوطن في عنوانها الأول عربيا: السودان يشكو الإمارات إلى الأمم المتحدة، يتهمها بدعم قوات الدعم السريع، وتقدم بطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي. في ذات الصحيفة محليا في الجزائر: مكاسب مهنية واجتماعية للعمال الجزائريين، الإعفاء من الضريبة على الدخل، رفع الأجور واستحداث منحة البطالة. وكذلك في نفس الصحيفة: ميلاد مجموعة الثلاثة بقرطاج، المغرب العربي للعمل بدل مغرب عربي الشعارات وفق ما تقول الصحيفة. وإيداع 12 متهما الحبس في قضية لتبييض الأموال، ينشطون في مجال تجارة التبغ بالجزائر. من صحيفة أخبار الوطن إلى صحيفة الخبر: الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يشدد على ترابطية الأمن والتنمية في القارة الأفريقية، إصلاحاتنا تعزز الطابع الاجتماعي للدولة وفق ما يقول. وحذاري من عروض الحج الوهمية، السعودية تؤكد أنه لا حج إلا بتأشيرة من الديوان أو سفارتها بالجزائر. ومع تنامي الاعتداءات على الأطباء، أطباء في مواجهة البلطجية في المستشفيات، الاعتداءات على مهني الصحة تتواصل بالبلاد. إلى صحيفة الغد الجزائرية: مراجعة سن التقاعد، المركزية النقابية تؤيد فتح نقاش في الموضوع. ومغاربيا: إنشاء التكتل الثلاثي خطوة أولى لتأسيس حلف دول شمال أفريقيا، مجموعة الثلاثة بقرطاج، الانتقال من الشعارات إلى الأفعال. والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون طالب بآلية الإقراض الميسر لدول القارة الأفريقية، التنمية في أفريقيا انشغال الجزائر، دعم مبادرات تخفيف الديون وسد فجوة التمويل تفاديا للنزاعات. كما أن الجزائر ترحب بتسجيل اكتشافات نفطية حديثة في النيجر والسنغال وموريتانيا. في ذات الصحيفة محليا: لجان بالجامعات لحصول الأساتذة على مسكن، نحو إعداد مشروع تنظيمي خاص بتركيبة اللجان ومعايير الاستفادة. وتحفيزات هامة لفائدة الصيادين، الشروع قريبا في استزراع صغار أسماك المياه العذبة بالسدود. إلى صحيفة المسار العربي: تساقط الأمطار على عدة ولايات، بحيث تشهد عدة ولايات من البلاد منذ الأمس الاثنين تساقط أمطار غزيرة تكون أحيانا رعدية ومرفقة محليا بحبات البرد ورياح، حسب نشرية خاصة لمصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية. صحيفة المسار العربي عرجت أيضا على ما قاله الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون: الجزائر ملتزمة بالمرافعة للتنمية في أفريقيا، بحيث أكد تبون أمس الاثنين بنيروبي التزام الجزائر الثابت بالمرافعة عن قضية التنمية في القارة الأفريقية. عربيا: تراجع كبير لشعبيته وانتقادات حادة، لعنة غزة تطارد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بحيث يعيش الرئيس الأمريكي جو بايدن كابوسا حقيقيا بسبب تعامله الرديء مع الاعتداءات الإسرائيلية على غزة، وتنهال عليه الانتقادات اللاذعة يوما بعد يوم من محيطه وشعبه، كما أنه يغرق أكثر فأكثر في المستنقع الذي يجره إليه رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو لإنقاذ رأسه. والمؤشرات كلها، تضيف الصحيفة، تؤكد التراجع الرهيب لشعبية بايدن في الولايات المتحدة الأمريكية وانهيار الثقة فيه. إلى صحيفة المشوار السياسي: الجزائر معرضة ل18 نوعا من المخاطر الطبيعية، وسائل برية وجوية هامة لمواجهة حرائق الغابات هذا الصيف. وكذلك في نفس الصحيفة التي اهتمت كغيرها من الصحف الجزائرية بالقمة الثلاثية التي انعقدت في تونس والقمة الثلاثية بقرطاج، الرد الحاسم على المشككين. والرئيس تبون يؤكد خلال قمة نيروبي: الجزائر ملتزمة بالمرافعة عن قضية التنمية في أفريقيا. وخلال اجتماعه بمديرها التنفيذي في تورينو، عرقاب يعرض فرص الاستثمار على
بيكر هيوز الإيطالية للاستثمار المزدوج بين البلدين. كذلك في نفس الصحيفة منصة للذكاء الاصطناعي لمرافقة حامل البكالوريا الجدد لمساعدتهم على اختيار مسارهم الجامعي. عربيا ستستمر في عملها رغم العجز المالي. الاحتلال الإسرائيلي يفشل في تشويه الأنروة. مسؤولون أمميون ينتقدون فشل المجتمع الدولي في إنهاء الإبادة الجماعية في غزة. نواصل معكم مشاهدين الأفاضل استعراض أبرز عناوين بعض الصحف في باقي البلدان المغربية ومن المغرب. وصحيفة الأحداث المغربية بشرى الزيادة في الأجور، تفاصيل الاتفاق كما أعلن عنه أمس في بلاغ لرئاسة الحكومة. فقد اتفقت الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية على الزيادة في الأجور على دفعتين بألف درهم شهريا صافية، تبدأ الأولى في يوليوز 2024 والنصف الثاني في يوليوز 2025، فيما تم زيادة 10% بالنسبة للحد الأدنى للأجور وكذلك الزيادة في أجر القطاع الخاص. كما أقرت الحكومة تقليص الضريبة على الدخل بحوالي 400 درهم في الشهر. وقبيل أيام من حلول عيد الأضحى المبارك توقعات بارتفاع أسعار الأضاحي، وفي جولة في الأسواق المغربية يتضح الارتفاع المهول لأسعار الأضاحي قبل عيد الأضحى المبارك. وقد أرجع وزير الفلاحة المغربي هذا الارتفاع إلى الجفاف وكذلك تداعيات السوق الدولية وفق ما يقول. إلى صحيفة الأخبار، اعتقال 5 صينيين بمدينة حد السوالم، كبدوا شركات الاتصالات خسائر بالملايين، وملايير الدراهم تضيع بوكالة المياه والغابات المغربية. في عنوانها البارز وكغيرها من الصحف المغربية اهتمت بالاتفاق المبرم بين الحكومة والنقابات، زيادة 1000 درهم للموظفين وتخفيض الضريبة على الدخل والرفع من الحد الأدنى للأجور. الحكومة والنقابات توقعان على اتفاق اجتماعي ينص على إصلاح نظام التقاعد وإخراج قانون الإضراب وتعديل مدونة الشغل. كذلك عناوين محلية أخرى في نفس الصحيفة، المعرض الدولي للفلاحة يختتم دورته 16 بأرقام قياسية، استقطب أزيد من 1,000,000 زائر بمشاركة 1,200 عارض من 70 بلدا. واستمرار مقاضاة عدول بمدينة تيزنيت يثير مخاوف ملاك العقارات، اكتشاف وثائق عدلية مزورة تهم ملفات عقارية. إلى تونس وصحيفة الشروق، الرئيس التونسي قيس سعيد خلال لقائه بوزير الداخلية يقول لن نقبل المساس بأمن تونس. واليوم محاكمة مجموعة الرصد والاستقطاب في قضية بلعيد، رؤوس من النهضة ستسقط وفق ما تعنون الصحيفة، التي اهتمت أيضا بالشق الرياضي في عنوان بارز في صدر صفحتها الأولى، هل تستجيب سلطة الإشراف لمطالبه؟ الترجي يريد 60,000 متفرج. وإلى صحيفة المغرب التونسية، تونس إلى أين؟ تتساءل الصحيفة، اقتصاديا السفينة التائهة. واحتجاجا على مخرجات محضر الجلسة، الأساتذة النواب يصعدون الدخول في مقاطعة مفتوحة للدروس، مراسلة رئيس الجمهورية مع تحرك وطني يوم الخميس. والمهاجرون غير النظاميين في مواجهة الضغوطات الأمنية، وضعية المئات في صفاقس مثالا. عربيا، فيما إسرائيل تستنفر سفارتها خشية من مذكرات اعتقال بحق مسؤوليها، جولة سابعة لبلينكن وزير الخارجية الأمريكي في المنطقة لوقف حرب غزة، المعارضة الإسرائيلية تدعو إلى صفقة لتبادل الأسرى. إلى ليبيا وصحيفة المرصد، إنجاز مناطق حرة في المغرب العربي وتحديدا في معبر رأس جدير بات هدفا أمنيا واقتصاديا وفق رؤية أستاذ العلوم السياسية والمحلل السياسي رافع الطبيبة. ومبادرة مدرسة مهارة فرصة لتوسيع مدارك شابات ليبيا في البرمجيات. ونجاح أي عملية سياسية ليبية يتطلب إيجاد بدائل لشخصيات المعارضة للانتخابات. وألمانيا تمدد مهمة قواتها في سياق مراقبة السواحل الليبية. إلى صحيفة الوسط، نورلاند يناقش مع المنفي سبل مساعدة ليبيا لحماية سيادتها.
لقد ناقش المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا السفير تشارد نورلوند مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي سبل مساعدة ليبيا لحماية سيادتها واستعادة العملية السياسية بقيادة الأمم المتحدة. جاء ذلك خلال اجتماع عقد أمس الاثنين بمقر المجلس الرئاسي في طرابلس بحضور القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة جيرمي برونت في طرابلس. نختم جولتنا في الصحف المغاربية من موريتانيا وصحيفة الشعب. رئيس الجمهورية الغزواني رئيس الاتحاد الأفريقي يصل إلى نيروبي للمشاركة في قمة رؤساء الدول الأفريقية والمؤسسة الدولية للتنمية إيديا التابعة للبنك الدولي. ووزير الشؤون الإسلامية يطالب المواطنين باحترام الإجراءات المنظمة لأداء فريضة الحج لهذه السنة. إلى صحيفة أنباء إنفو، موريتانيا 9 مرشحين في الانتخابات الرئاسية يتهمون النظام الحاكم باحتكار آلية الترشح القانونية. فقد انتقد بيان صادر في موريتانيا مساء أمس الاثنين يحمل توقيع 9 مرشحين للمنافسة الرئاسية المقررة في البلاد شهر يونيو القادم ما وصفوه باحتكار النظام لآلية الترشح القانونية حتى لا يكون هناك مرشح لا يريدها. والبيان وقعه 9 مرشحين متهمين نظام رئيس الجمهورية الحالي محمد ولد الغزواني بمصادرة أصوات المنتخبين واستغلالهم للتزكية لاختيار من ينافس الرئيس المنتهي ولايته كما يقول ذات البيان. بعد الصحف المغاربية هذه أبرز عناوين بعض الصحف العربية الدولية، والبداية من صحيفة الزمان. بلينكن وزير الخارجية الأمريكي يدعو من الرياض لتكامل دفاعي ضد إيران. اتفاقات تطبيع السعودية مع إسرائيل شبه مكتملة. الأمم المتحدة قلقة إزاء قانون عراقي يجرم الشدود. العراق يعيد 700 شخص من مخيم الهول في سوريا. وشرق أوسطيا انفجار قرب سفينة تجارية قبالة سواحل اليمن. وواشنطن ولندن تصفان العرض الإسرائيلي بالسخي. انتعاش الآمال بالتوصل إلى هدنة في غزة. والقاهرة تنتظر وفد الموساد للاطلاع على رد حماس. وانطلاق مفاوضات الفرصة الأخيرة لحماية العالم من جوائح مستقبلية مجهولة ومعلومة. وسابقة في أوروبا محاولة انقلاب أمام المحكمة. إلى صحيفة الشرق الأوسط منتدى الرياض، واختتم أعماله بتحديد مسارات لمواجهة الاقتصاد المجزأ. محمد بن سلمان يقول ملتزمون بتوسيع التعاون مع شركائنا الدوليين. والرياض وواشنطن تضعان اللمسات الأخيرة لاتفاق أمني. بلينكن وزير الخارجية طالب حماس بقبول العرض السخي كما يصفه، وبن فرحان شدد على مسار ذي مصداقية لإقامة دولة فلسطينية. في روسيا أعادت هيكلة قوات فاغنر منعاً لتكرار تمردها الذي حدث من قبل. والسعودية تطلق مركزاً دولياً للغة العربية، هو الأول من نوعه ويستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي. إلى صحيفة العرب، معركة الفاشر تحدد مسارات الحرب السودانية. حركات مسلحة في دارفور تتخلى عن الحياد وتنضم إلى القتال مع الجيش. انتصار الدعم السريع في معركة الفاشر يؤدي إلى التحكم في مصير إقليم دارفور وتوجيه ضربة مادية ومعنوية للجيش. ووقف تصاريح عمل المصريين في الكويت ينكأ جراحا قديمة. الجالية المصرية تستحوذ على نحو 17% من إجمالي العمالة بالكويت ويصل عددها إلى 600,000 شخص. أما الآن فإلى أبرز عناوين بعض الصحف الغربية، والبداية من صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية. الجامعات الأمريكية تواجه سؤالا عاجلا، ما الذي يجعل الاحتجاج معاديا للسامية؟ وكتبت الصحيفة بأن الناشطين الطلابيين المؤيدين للفلسطينيين يقولون بأن حركتهم معادية للصهيونية ولكنها ليست معادية للسامية. ففي مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر الانترنت يقف زعيم الحركة الطلابية المؤيدة للفلسطينيين في جامعة كولومبيا بالقرب من وسط حديقة الحرم الجامعي وينادي لدينا صهاينة دخلوا المخيم. العشرات من المتظاهرين الذين أقاموا قرية من الخيام أطلقوا عليه اسم مخيم التضامن مع غزة يرددون عليه كلامه لدينا صهاينة دخلوا المخيم.
كما نقرأ في ذات الصحيفة عنوانا آخر في ذات السياق: المتظاهرون في جامعة كولومبيا يقيمون حواجز بعد الاستيلاء على مبنى الحرم الجامعي. ودخل المتظاهرون مبنى أكاديميا بعد ساعات من بدء الجامعة بإيقاف الطلاب الذين تحدوا أمرا بمغادرة مخيم مؤيد للفلسطينيين. وإلى صحيفة البايس الإسبانية التي اهتمت بالشأن المحلي الإسباني والاستقالة التي لم يقدمها رئيس الحكومة. سانشيز يعترف بأنه فكر في الاستقالة لكنه الآن يريد الاستمرار وحتى السعي لإعادة انتخابه. وفي افتتاحيتها البايس تعنون سانشيز بعد سانشيز وكتبت: يعلن رئيس الحكومة الإسبانية بقاه في منصبه، لكن عليه تحديد خطته للتجديد الديمقراطي والتوصل إلى توافق فيها. فقد كشف بيدرو سانشيز أمس عن قراره بالاستمرار في منصب رئيس الحكومة ووضع حد لواحدة من أكثر الأحداث إثارة للقلق في الحياة السياسية الإسبانية الأخيرة. لقد كانت نتيجة تفكير دام 5 أيام، وكان مفهوما من وجهة نظر إنسانية من حق الرئيس أن ينهار عاطفيا ويعلق أجندته العامة ويفكر في استقالته، ولكن إعلانها يعرض المجتمع الإسباني للضغط السياسي، والذي انتهى أمس بخطاب مدته 8 دقائق أعاد فيه إسبانيا إلى طريق الاستقرار في لحظة حاسمة بالنسبة للبلاد، مع الانتخابات الإقليمية في كاتالونيا الأسبوع المقبل ولأوروبا بأكملها التي يذهب إلى صناديق الاقتراع في الأسبوع الأول من يونيو. وإلى صحيفة الغارديان البريطانية، حمزة يوسف يستقيل من منصبه كأول وزير في اسكتلندا، مما يعزز فرص حزب العمال في التصويت في المملكة المتحدة. فقد استقال رئيس اسكتلندا حمزة يوسف الاثنين، مما يفتح الباب أمام حزب العمال البريطاني المعارض لاستعادة موقعه في معقله الاسكتلندي السابق في انتخابات عامة من المتوقع إجراؤها في وقت لاحق هذا العام. واستقال يوسف من منصب رئيس الحزب الوطني الاسكتلندي المؤيد للاستقلال والوزير الأول لحكومة اسكتلندا بعد أسبوع من الفوضى الناجمة عن إلغاء اتفاق الائتلاف مع حزب الخضر، ثم فشله في الحصول على الدعم الكافي للنجاة من تصويت بحجب الثقة المتوقع في وقت لاحق هذا الأسبوع. وقال رئيس الحكومة المستقيل يوسف بأنه بعد أكثر من عام بقليل منذ أن حل محل نيكولا ستورجيون كوزير أول وزعيم الحزب الوطني الأسكتلندي، لقد خلصت إلى أن إصلاح علاقتنا عبر الانقسام السياسي لا يمكن أن يتم إلا مع شخص آخر على رأس السلطة. نصل الآن مشاهدينا الأفاضل إلى أبرز التغريدات لهذا اليوم من حصة الصحافة، ونبدأها من تغريدة محمد بن عبد الرحمن رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الذي كتب: أكدنا خلال الاجتماع السداسي الخليجي الأمريكي على موقف دولة قطر الثابت تجاه ضرورة إنهاء الحرب على قطاع غزة وضمان حماية المدنيين وفقا للقانون الإنساني الدولي وعلى الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، ونستمر في التنسيق مع الأشقاء والأصدقاء لتحقيق ذلك. وإلى تغريدة أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي: انضممت إلى ممثلين من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر ومصر والأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية لمناقشة عملنا من أجل السلام والأمن الدائمين في المنطقة، وكذلك الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن. وإلى ما كتبه هاكان فيدان وزير الخارجية التركي: ستواصل تركيا الوقوف إلى جانب أشقائها الفلسطينيين والعمل بكل قوتها على تقديم مرتكبي المجزرة في غزة إلى المحاكمة. إن السلطات الإسرائيلية التي تواصل دوس القانون الدولي وجميع القيم الإنسانية قد تعرضت بالفعل للإدانة في ضمير الرأي العام العالمي. وإلى تغريدة لويزي مورغان أستاذة وناشطة أمريكية: لا يوجد صوت أعلى من صوت الحق، شكرا جزيلا لطلبة الجامعات الأمريكية الذين تحدوا كافة الضغوط وأصروا على التظاهر دعما لفلسطين وإدانة الإبادة الجماعية في غزة. وإلى تغريدة إيميريك كارون نائب في البرلمان الفرنسي، الذي كتب: ألا تريد أن تسمي ما يحدث في غزة إبادة جماعية؟ حسنا، سمها ما شئت، على أي حال إنها فوضى كبيرة تحدث أمام أعيننا، وتقاعس بلادنا، ويقصد فرنسا، وتقاعس بلادنا عن التحرك هو عار مطلق
وفق قولها. بهذه التغريدات أعزائي المشاهدين نكون قد أزلنا الستار على حلقة اليوم من الصحافة. أترككم مع هذه الرسومات التعبيرية. إلى اللقاء.